دلوقتي بقى نكمل تفاصيل الموديل بتاعنا. هنبدأ بجنية موديل الذراع. ببساطة قبل ما نبتدي في الموديلنج الخاص بتفاصيل الذراع عندي هنا في الجزء اللي خاص بالسايز، لو تفتكر احنا هنا ما دخلناش الصورة اللي فيها الارم، ودلوقتي بما اننا هنبدأ في تفاصيل الذراع فمحتاجين الصورة دي، فهنروح للإيمج نفسها ونبدأ إن احنا نغيرها. فممكن ل View Image Plane Import نفس الفكرة برضو، والمرة دي هختار اللي فيها تفاصيل الأرم نفسها، هقول له Open. دخلالي كويس جدا، لو ما كانش مظبوطة بالمقاسات لا هي لسه هحدثها اشيك، او حتى ممكن اخليها اي مكان وادخل التانية مكانها هنا، او ممكن بدل الحكاية دي كلها اروح للاتريبيوت، ومن الاتريبيوت هاجي هنا في مكان الفايل نيم واخد الارم واللوك. طبعا لما هينزل برضو هتلاقي السكيل بتاعه صغير جدا. نبدأ بقى نرجع للسكيل اللي كنا شغالين فيه، هنا 750 ظبط جدا. ال image center في نفس مكانها العادي جدا زي الأولاني، فأعتقد إن هنا عندي بلاش نلعب فيها، خلينا زي ما هي عشان الدنيا ايه تبنت على الشكل. ودلوقتي بقى شايفين احنا هنا التفاصيل بتاعة الدراع اللي هنبدأ نشتغل فيها. فخلينا نبدأ من جزء الفرونت، وأول حاجة هنبدأ ندخلها عندي هنا هي سلندر أو سفير، سفير عادية. هدخل سفير نمشي فيها طبعا، وابدأ اسحبها فوق عندي هنا، وابدأ ان انا اكبر في حجمها الريديوس بتاعها. واجيبها الجزء ده بتاع الدراع، ان انا عايزة ابني فيه الجزء البيضاوي ده الاول اللي هو ده. هجيب الأوتلاينر وأروح للسفير، هجيبها هنا كده، الروتيشن هلفها، طبعا واضح جدا إن هي لسه عايزة تكبر في السكيل بشكل مناسب، وعايزة أقتلك تاني برضه هي كده، وأظبط مكانها، ومفيش مانع إن أنا أبص عليها من هنا، أخليها على شوية كده، وأبص عليها كمان من هنا. هنا هي سموز زيادة عن اللزوم، محتاجة أنا كل السموز اللي هي فيه ده، فتعالوا نغير فيها شوية. هنا ديت 20 والهايت والاكسس خليهم 12، مش كافية اوي، وفي نفس الوقت سموز يعني هي كده، واقول فيه هلاقيها برضو ايه سموز ومن غير ما يديني سب ديفيجن كتير. طيب في نفس الوقت عايزة يكبر لفتي شوية، طيب تمام اعتقد كده كده ممكن تكبر شوية صغيرة،
نظبط مكانها في النص بالظبط. حاجة زي كده تمام. بعد ما حددنا مكانها نيجي وهي في اللوكلي وناخد الفيسز الفيس من حرف الزور كده هنحدد دول كمان كده دبل كليك عشان ايه برضه. بس انا عايزة اتأكد ان مش محدد اي حاجة معاه. لما اضغط على فوق فعلا مش محدد اي حاجة. وغير كده كمان انه المحاور قدام واحنا محددينها يفضل ان هنا تكون اوبجكت يعني نحاول تبقى مظبوطة معايا ونقول له اكسكيوت تكتب ايه حاجة صغيرة كده حاجة بسيطة حاجة بسيطة جدا تمام. وبالموف اسحبها لقدام شوية حاجة كده مثلا تمام. وبعد كده اكسسوار تاني كده جوه شوية كده ويجي عشان يعيد الاكسسوار تاني تمام. المرة دي عايزاه كل جوه شوية بس يديني السمك اللي انا شايفاه ده. بعد كده دي مش عايزة اكسسوار تاني جوه بس اتاكد ان هو مش عامل اي حاجه. انت ممكن تتعامل مع الاوبجكت اللي مش شايفين تفاصيله واحنا محددينه كده نعزله. في اوبشن ان انت تعزله من خلال شو وهتلاقي فوق بس ممكن ما تكونش شايفينها هنا isolate select ومنه بنختار ال isolate selection view select اللي انت محدده بس. او بدل كل ده هنلاقي هنا في ايكون تقريبا اللي هي isolate selection اللي محددينها ونشتغل عليها. لو احنا محددينها كده هنعمل نفس اللي عملناه هنا لا هناخد الفيسز دي كده كلها كده. هي احيانا تشتغلش واحيانا تانية تشتغل واحنا محددينهم برضو نعمل لهم الادت مش اكسكلود نخدهم بقى شوية كده وانا لو بصيت عليها كأوبجكت نوت في حالة السموزنس هنلاقيها بالشكل ده. طبعا هنا كده سموز عالي 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 بقى عامل زي ما علينا فعايز نديله خليه حتى هو كموديل وندخله الجلوب عشان نديله ايه هنا كده. بس خلينا في اللوب عليه علشان نبقى شايفين الدنيا نقوله كنترول دي نقربها من هنا شوية واحد تاني بره شوية وهنا كمان عايزينها تبقى ايه معنى زيادة عن اللزوم تعالوا نبص عليها بقى في الرسمة. كده بقت شكل احسن بكتير من الاول. طبعا لو عايزين نعلي ديت ممكن نزود الثيكنس بتاعها بس هي كده مش بطه. بعد ما بنخلص نخلص الموديلنج بتاعنا بنرجع نشيل الايزوليشن ده ونشوفه في اثناء الموديل بتاعنا. طيب بعد ما عملناه لقيناه بدأ ياخد او ياكل من الموديل بتاعنا وده مش هينفع. وفي نفس الفكره ما ينفعش نمسك ديت ونعمل لها ستريتش او نبدأ نصغرها بالسكيل هيشوه شكله.
احنا عايزين مساحة اكبر للاكستروشن اللي حصل من جوه دوت، بحيث يبقى دوران. علشان نقدر نعمل ده، تحدد المنجل بتاعك في التكنيك حلو قوي، واحنا محددينه بنروح في المينيو سيت اللي خاصة بالانيميشن. من الانيميشن بنروح لحاجة اسمها ديفورم. من الديفورم هنلاقي منه اوبشن اسمه لاتيك. هتلاقي في اللاتيك ده بيقول لي هنا، بس قبلها نروح للاوبشن بتاعتها اللاتكس. تمام، اللاتكس دي عبارة عن زي بياخد السفيرز بتاعتها، او سوري بياخد الفيرتكس يقسمها ونستخدمها في ان احنا نشكل الشيء اللي احنا حاببينه زي ما هنشوف دلوقتي. هو هنا كان منزلها لي الديفيجنز قليلة قوي، عشان انا عايزة اكترها شوية، فخليها 5×5×5. تمام يا اي سيد، عشان يديني الفيرتكس اللي في النص دي. تمام، واحنا محددينها هنيجي نقول الاثنين ولاتك بوينت، بحيث يظهر لي البوينت. مش عارفه هو اتعمق قوي كده ليه. طيب ايوه، خلينا برضه هنا كمان، هو واخد بالكيرف بتاع الموديل، فعشان كده معايا ده. انا عايزه اعملها كمان فعلا. طيب مش مشكلة، no problem. نقف كده قدامها بالظبط، عشان عايزة احاول ان انا احدد كل البوينت اللي هنا من غير ناخد ده. اوكي، ولاحظ ايه اللي هيحصل في الحتة دي كده لما اسحب بشوية كده. بدأ ان هو يحصل انحناء، شايفين الانحناء بدأ يبقى فيه وسع من هنا. من هنا ما افتكرش ان هي محتاجة قوي الحتة دي، محتاجة كويس، مش محتاجة اكتر. طيب هي دي بقى بعد ما ادت مهمتها وعملت لي الانحناء اللي انا عايزاه، مش عايزاها تاني، خلاص كفاية على كده. هعمل ايه واحنا محددينها كده؟ نيجي على edit delete by type history واقول له انتر، احدد الموديل نفسه واعمل حساب edit delete by type history كده. فضل نفس الانحناء وفي نفس الوقت خلص. نفس الحكاية نعملها في المعدة، واحنا محددينه بفورم لاتك بنفس الاوبشنز. انا عايزة البوينت دي كلها من هنا كده، هنرفع الدنيا شوية عشان اعتقد من كده، بس عشان ايه كده كلهم اللي هنا نرفع شوية كده. كده بدأ ان هو ايه يوسعها لي من هنا، لو انه لسه داخل فيها شوية ممكن يوسعها اكتر. وبكده هضطر ارجع لده تاني علشان اوسع مكان الجزئية دي. طيب هنا نيجي نقف كده اهو، ناخد الجزء ده نسحبه لبره. تقدر بقى تشكل فيه زي ما انت عايز كده. هو غطاه من هنا، ومن هنا ديت عايزة اسويها اوي كده، لا معقولة، ممكن ياخد الجزء ده كمان عفوا شوية. المنظر ده بعد ما نخلص اوكي، نيجي نحدد الأوبجكت الأصلي بعد ما خلاص ظبطناه، ونقول له edit delete by type history. اتشكلت الى حد كبير كويس، بس الحته دي لسه داخله فيها، وفي نفس الوقت مش عايزاها تتوسع قوي يعني، بس ممكن
لو حابب ان احنا نوسعها شوية، ناقصين كده جرافيك، لا سوري تمام. حاول تاخد زاوية تشوف فيها كل النقط اللي عندك. لا يعني مثلا نروح واخد الكلام كده، واخد الجزء كده مثلا، ناخد الجزء ده مثلا، ناخد الجزء ده كمان، بحاول ايه اوسع لها الدنيا بقدر الامكان. وهنا كمان كده ظبطت تمام. بسرعة على الأوبجكت، بسرعة نحدد ده، شيل السلكشن خليه على ده، نقول له أوديت ديليت ستريك، لا سوري edit delete تمام. معلش دي كمان هحتاج ان انا اعملها هي كمان علشان الاثر بدأ يبان عليها، اثر الشغل عليها. انا كده مش شايفة حاجة ان شاء الله، فهضطر اروح الفور ايوه عشان اشوف كل البوينت دي واحددهم مع بعض، وارجع تاني الفايل وابدأ ممكن على ورا كده. هو بص اسحبها لورا شوية كده، هاخد كل البوينتس دي هاخد كده من هنا. مش للدرجة من ده من حبيب يا دوب حاجة زي كده نوصل الكيرف العادي من كده عليه، بس ايه ميبقاش بعيد عنه اوي تمام. بعد كده برجع للأوبجكت مود، وأروح للموديل الأساسي لإيديت ديليت باي سايد هيستوري، كده تشكل عندي الجزء الأساسي كده. عايزين نبدأ بقى نكمل الجزئية دي تمام. هنحفظ كنترول، ممكن أحفظه بفيرجن تاني، يلا معانا خلاص هنبدأ نحفظها. بس أنا يعني حاسة إن ديت عايزة تعمل لها روتيشن خفيف كده لتحت كده مثلا، ونجيب المرة دي سلندر نسحبها كده فوق. طبعا بالنسبة للميجر بتاعنا مملة صغيرة، حاجة صغيرة جدا. هنيجي للأسفنج بتاعته ونعلي الريديوس بتاعته، نعلي الهايت بتاعته بالمنظر ده. هو هنا الاكسس بتاعته كتيرة قوي، خليها 12. السب ديفيجن يعني يا دوب 3 أو 4 كفاية، والكابس 2 بس كفاية. وناخدها روتيشن وريموف، نجيبها في المكان بتاعها، نبدأ بالسكيل، نكبر بقى شوية كده
نظبط ال edges هنا نعمل كده، عايزين نرتاح شوية. نرجع تاني ال edge، تمام كده. ايه بدأت تظبط، طبعا مكانها عايز يظبط اكتر بالمين زي كده، هي عايزة بس اريتيشن بسيط كده من جنب. كده هنا زيت تمام، وهنا يعني كويس، نبص عليها كده بالسموس. طبعا الكلام ده ما ينفعش خالص خالص، نعمل زيت عن اللزوم انا قوي يعني، ده ما ينفعش. هنعمل ايه؟ هاخدها لوحديها وايزوليشن، واحنا على اللوبل بتاعها هاجي هنا كده وهحدد الفيسز دي، وهجيبهم عشان مش شايف هو الفيس، وبالسكيل نكبر الفيسز دي كده مثلا، وبعد كده ديليت. نفس الكلام هنا برضو، وممكن اعمل ايه، ممكن اعمل كده في كل دول. طبعا مفيش قدامي حاجة لا بكنترول اشيلهم، تمام. بعد كده سكيب وديليت، وعلشان ما يحصلش الشكل ده تمام، ما تبقاش ناعمة قوي كده، فهنحتاج نرجع تاني للمودرن والإيديت مش، سوري ده المش تول، insert edge loop وادخل الهوب هنا كده، وكمان واحد اهو تمام كده. اقول بدأ يبقى فيه حد شايفين، بدأ يبقى فيه اختلاف وفرق في شكل الأنجل، في نفس الوقت هيبقى في شكل الدراع ككل، بس ملاحظين ان هو هنا عايز ينزل من تحت كده يبقى متناسب مع مكان الدراع، وكان ولو حاجة صغيرة كده يعني حاجة كده. يعني مش شرط أوي، بس لو أنا هطلع دي فوق يبقى أحتاج إن دي كمان تطلع لفوق، ده هنا مش شرط أهي. بدأت خلاص. طيب نبدأ بقى نضيف الجزء اللي هو زي الكوع كده. خليني نروح للفونت، بس قبل ما اروح لها هبدأ من الجزء ده، يبقى السكيل بتاعه اعلى شوية، او خلينا في الجزء احسن السكيل. نحاول ان احنا بس ايه نمشي شوية على الديدان، او حتى اكبر منه شوية مش مشكلة،
سموث روتيشن. كده مثلا هنا هنا كويس. تعالوا نضيف بقى هنا الجزء اللي بعده اللي هو يعتبر الربط ما بين الاتنين هنا. هنخليها سفير عليا، نضيفها هنا فوق المرة دي، نكبرها بالستيل. المرة دي هخليها يعني ايه الرينج ده كده، مش هخلي الفيس زي اللي تبص هنا، لا انا عايزاها تبقى مختلفة شوية. ونكبر سنة في السكيل دي يا دوب في النص بالظبط، وبرده السبديفيجنز خليهم كلهم بنفس الرينج 12، نفس كويسة قليلة وفي نفس الوقت في سموث. تمام. هنا هي عايزة تسحب كده سنة، بص عليها هنا كده، فكتها زيادة عن اللزوم، محتاجة تقل سنة في السكي بحيث تحس ان هي ايه جواها. تمام كده. طيب عايزين برضو نحدد الفيسز، الجزء ده بشيفت والجزء ده بشيفت، ونفس الفكرة برضو هنقول بأوبس فود لبرا شوية، وهو زي ما هو موجود كده. او ايه رأيكم بدل ما تبقى اكس كيوب لبره خليها اكس كيوب لجوه. يبقى في اختلاف شوية. تمام. ونقول له ميرج، سوري مش تول، مش عارفة ليه دايما بقول ميرج، اقول له انسرت، اخد يقول لأ، اشيل السيلكشن خالص، هنيجي تاني في المش تولز، نيجي ناخد هنا واحدة كده قريبة قوي، واحدة هنا برضو قريبة جدا. تمام. وهنا الله اوكي نسيت، نبص عليها كده بقت لطيفة، بس عايزة الستيل بتاعها يزيد شوية صغيرة. تدخل كويس، هو المكان ده مكان اكسكلوجن، بس الفكرة ان هي تبقى ايه باينة. دلوقتي بقى ننقل على الجزء اللي بعديه اللي هو جزء الدراع ده، نفس الفكرة سلندر، واروح ساحبها عندي من فوق، واروح واخدها هنا واكبر بالسكيل شكل السلندر ده، ويطولها لفوق شويتين. وتعالوا نبص على التفاصيل بتاعتها. عندي هنا السب ديفيجن، خلي الأولانية تبقى 4، أنا فاكرة إن هي كانت 4 في 1 في 2 تقريبا. هو في حاجة غلط، ايه ده؟ طيب ندلل دي لأن واضح كده إن هي مرتبطة بالهستري. مرتبط لو حصل حاجة زي كده وهي لسه يعني في الأول مفيش مشاكل خالص، زي ما انا عملت كده امسحها وجيب غيرها، لكن لو انت شغال معناها ان الهيستوري بتاعتها عامله لها مشكله، ساعتها بتحدده وتقول له ديليت باي تايب هيستوري علشان تريح نفسك من الموضوع ده خالص. نكبر الريديوس، نكبر الهايت، نجي للسب ديفيجن ونخلي 12 الرقم اللي اتفقنا عليه مع الباقيين، ونقول هنا 4، نقول هنا فوق. تمام. نيجي هنا كده بالروتيشن نلفه كده، لا 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 ده كده دوران حر، انا عايزاه كده
نيجي هنا كده نظبط مكانه، بس لسه عايز دوران زيادة، وعايز يعلى شوية في الريدس. الريدس والهايت بحيث اسحبه يغطيه المنطقة دي كلها. لسه عايز يعلى كمان. ولسه برضو مش واخد الدوران الصح، يعني احنا مش شايفينه كده، مش واخد الدوران الصح. انا عايزينه يوصل لغاية هنا مبدئيا. هو كده ده النية بتاعته، خلاص هو ده بقى، مش مشكلة. واحنا محددينه كده نكمل اللي احنا عايزينه في السكيل، بس السكيل تكون حسب الاوبجكت مش حسب الوورد. نزودها كده يبقى غطت المكان كله. ونيجي للإيدجز، نيجي للجزء ده، ونيجي للستير، بس يعني الجزء ده برضه عايز يطلع شويتين، ولكن الجزء ده عايز يطول حبتين، وده كمان يكبر أكتر. تعالوا نظبطها هنا. هنا زي ما احنا شايفين عايز يلف الموديل جاي كده، وهو المفروض يبقى في الحتة دي. طب الروتيشن نظبط مكانه كده، اسحبه شوية كده، تمام كويس. الجزء ده ما تتلخبطش فيه، ده بتاع الايه، اوكي تمام. وهنا كده، ولو انه هنا عايز يلف شوية كمان كده، وعايز يرجع سنة لورا عشان بس أشوف ولو جزء كده، أحس إن فيه رابط في النص اللي هو بتاع الكوع ده، أحس بوجوده بس مش أكتر. مش شرط كل حاجة عملتها تتشاف، ولكن لو حد هياخد وراك الموديل يشتغل عليه ريجنج، يحس إن الشغل معمول صح، يعرف يشتغل، يلاقي زي ما بيقولوها كده إيه، مفاصل يعرف يربطها ببعضيها، ويعمل الريجنج ويعمل الأمن. فاحنا كده ظبطنا الدنيا هنا تمام. بعد ما بتظبط الدنيا بنبدأ بقى في الجزئية دي، عايزين نضيف لها شوية تفاصيل. زي ما احنا شايفين كده الجزء دوت فيه شوية تفاصيل هنا وهنا وهنا. انت تقدر تضيف التفاصيل دي وهو زي ما هو كده في مكانه، ونضيف التفاصيل بتاعته والكلام ده كله. وان كان في البعض بيفضل بعد ما تسيب ده كله انه نشيل كل الانيميشن ده، بمعنى ان احنا نخليه صفار ونرجعه يبقى هنا في السنتر، وتشكله وتديله التقسيمات بتاعته وكل حاجة، وبعد ما تخلصه ترجعه تاني. طب ليه؟ لانه بيبقى اسهل، اسهل في الحكاية دي. ليك انت تختار ده او ليك تختار ده، يعني انت ممكن يشيل كل ده وتخليه زيرو. شوف اللي حصل كده ايه، ترجع مكانه وتبدأ ان انت تشكله زي ما انت عايز، او من كده كنترول دي ان هو في مكانه ونقول له isolation وتشتغل عليه. كل الفكرة ان انت ممكن بس ما تقدرش تشتغل في حتة ان انت تقعد تلف لتحت وتبص لفوق، فأيهما تفضل اعمله، المهم ان تدي التفاصيل صح. انا نفسي حابه ان انا اعمله زي ما هو كده، فهاجي في الجزء ده واحدد، خلينا احدد الفيسز دي كده، ما حدد حاجتين، لا ما حدد. انا حاسه برضه ان في حاجه تانية متحدده، تمام. وهشيل، لا مش دي، انا عايزه الفيسز اللي من جوه بس، وبالسكيل برضو زي كده. واحنا محددينه بس ممكن
كبرنا كده، واحنا محددين نيجي على edit mesh ونقول له execute، نيجي كده في النص شوية كمان ونقول له جي عشان نعمل اكسكيوتين، والمرة دي يعني ازاي يدخل جوه؟ طيب نتأخر بقى شوية كده. طيب وهو في مكانه، خلينا نعمل اكسكيوت تاني. قلت مش اكسكيوت اكسكيوت تاني، انا مش شايفاها زارت من تاني، نسحبها لتحت شوية كده. تمام، ممكن ندي اكسترود تاني. انا ليه مهتمية باكسترودات هنا؟ علشان ده اللي هيبقى المكان يعني الى حد ما ظاهر. انا كده بقى خلاص مش فارقة معايا ده. تمام، عشان بعد كده هنعمل جان طبعا. تعالوا نفضي الجزئية دي كده، الجزء ده كله كده نشيله، مش فارق معانا شيء. ممكن نديله اكسكيوت صغير، اكسكيوت تمام، ندخل شوية جوه كده، بعد كده ديليت، مش فارقة معانا. بعد كده واحنا محددين نيجي للفيس مود، ناخد الفيس اللي ديت. طيب نشوف كده، ناخد الفيس اللي كده ايوه، واحنا محددينها هما كلهم الراوند ده. ونيجي نقول له ريفرش دوبليكيت. كده بقى عندي 2 بولجن. البولجن اللي من بره ده هقول له اللي من بره بس ده كده ك موديل. اوكي موديل ولا فيسز؟ خليها فيسز. تمام، وهكذا كلها. ونقول له اكسكلود برضو، المرة دي نعملها اكسكلود لبرا شوية حاجة كده مثلا. تمام جميل، واحنا واقفين عليه نيجي بالمش تول ونقول انسرت جروب، ندخل الجزء ده وندخل الجزء ده كده عشان تنجي الحتة اللي اتكلمنا عنها قبل كده، وحتة هنا برضه عشان ما ننساهاش. واجي هنا بقى واعمل ايه؟ هبتدي اخد فيسز، اخد مثلا الفيس ده وده واسيب ده، اخد ده وده، يبقى 2 واسيب 2 واتنين واسيب 2، لاننا عاملينهم متساويين فسهلة ان احنا ناخد اعداد متساوية. هنيجي هنا في edit mesh ونقول له تاني execute، نبص عليه كده هو من تحت علشان انا اسحبها كده شوية حاجة كده. وقبل ما نبص على ال smoothness ما ننساش ال insert group لل faces الجديدة ديت، واحدة كده واحدة كده واحدة هنا برضه. لا يعني مش هخليها، مش فارقة، أو حتى ممكن تشيلها لو عايز زي ما أنا عايزة كده مثلا. نيجي كده التالت كمان واحدة، بحيث الأطراف برضو ايه تبقى حادة شوية كده. تعالوا نبص عليها في وضع السموزنس،
لائق حلوة انا هشوفه. لا الجزء ده نعم زيادة، الجزء ده مينفعش، عايز يخشوشن شوية. هنقول له insert edge loop، نيجي للحتة دي كده، وتعالوا نبص كمان في الجزء اللي من جوه. نبص عليه كده، نبص عليه في نص. أيوة كده بدأ يبقى فيه كيرف، تحس إن فيه كيرف بس كيرف حلو. تمام، ممكن برضو الكيرفات دي لو مش عايزينها يعني أي حتة أي مكان عايز تخليه هارد عن كده شوية. على طول واحد واحد واحد، احس الجوانب دي ايه. تبان على الأول كده، نشوف الفرق في السموزنس. شايفين فرق؟ فرق الجميل، فرق فعلا حلو، بس الكيرف وفي نفس الوقت ايه شكله حلو اوي. ده كده مبدئيا التفاصيل الاولانية بتاعة الدراع. لسه طبعا بقيت الايه السلاح بتاعنا لسه مكملناهوش، نكمله بقى في المحاضرة الجاية ان شاء الله.